السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا كلينا هنا نكتب الله في هذا الريستوران هادي. دابا ان شاء الله غنمشيو على الطريق الساحلي، نمشيو للحسيمه وان شاء الله غنوريكم الطريق الساحلي من هنا مع الرجوع. دابا تجينا ودابا غادي نرجعوا، بقاو معنا. كما كتشوفوا هاني عاودتين من داك الريستوران، ودابا غنقطو الطريق للحسيمة. بقاو معنا حيت غادي نصور ان شاء الله الطريق اللي كاين من هنا للحسيمة. بقاو معنا. وكما كتشوفو راه حنايا مع جنب البحر، البحر هنا خلينا على اليمين كما كتشوفوا. هاكم معنا نشوفوا شي مناظر من هنا الحسيمة ان شاء الله باذن الله. البحر زوين كما كتشوفوا، ضاربه فيه الشمس كي يعني كيبري، كيشع كيشع بحال ديما الصراحه. المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا البحر هنايا،
زوينين شوف انا احوان صغارين بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. وشوف تمتعوا معايا المشاهدين الكرام شوف على مناظر منظر جميل داك الهونيان اللي شفنا الفيديو السابق هو هذا كما كتشوفوا راه كيبنيو هنايا كما كتشوفوا غيديروا هنا يمكن المشاريع ولا ما شنو بغاو يديروا هنايا كما كتشوفوا ها هما على الطريق اللي ما شاف هذا المنظر يشوفوا دابا تبارك الله شوفوا واش المشاريع اللي غيديروا هنا الله اعلم كما كتشوفوا راه البنيان راه غادي راه دارو الاخر ديالو كما كتشوفو يعني كاين شي حوايج كيتزادو كاع ما كنشوفهم انا براسي ما شفتو ما نكتبوش على الله انا براسي اول خطره كنشوفو الصراحه راجعين الحسيمة هنايا غادي دابا الحسيمة واحد الجامع كما كتشوفو زوينة ولكن كما شتو قبيلة ما عندوش الدرك من غندخل بالسيارة كنت دخلت باش نصورها الصراحة عجبتني جات في واحد الموقع ما شاء الله الصراحة في وسط الطبيعة كما كتشوفو شوفو المشاهدين الكرام على مسجد كاينة في وسط الطبيعة تبارك الله
شاء الله الصراحة. الطبيعة، واش من الطبيعة المشاهدين الكرام، شاهدوا معنا الطبيعة ديال الحسيمة.